بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من الطيرة. الطيرة أصلها من أنهم كانوا يزجرون الطير، فإذا اتجه يمينا استبشروا وتفاءلوا وظنوا خيرا ومضوا في أمرهم، وإذا اتجهت شمالا تشاءموا وتطيروا وردوا أنفسهم عن أمرهم هذا الذي يريدون. وأكثر ما يستعمل في التشاؤم، ولكنه أيضا يستعمل في التفاؤل بغير الكلمة الطيبة، أي بالطيور ونحوها. فمن اعتقد أن الطيور أو غيرها من الأشياء التي يتطير بها تملك نفعا أو تدفع ضرا بذاتها أو مع الله، فهذا من الشرك الأكبر. وأما إذا اعتقد أن الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع، وأن هذه الأشياء أسباب، فهذا كذب على الله عز وجل، كذب على شرعه، لأنه لم يدلنا على أن اتجاه الطير يمينا يدل على خير، أو أن اتجاهه شمالا يدل على شر، أو أن البومة تدل على شر والحمامة تدل على خير، أو أن نجمة البحر يدفع الله بها شرا أو يجلب بها خيرا، أو حدوة الحصان تجلب الحظ، أو قطعة البلاستيك التي توضع في المعصم تجلب الحظ. فهذا كذب على شرع الله، كما أنه كذب على قدره، كذب على الشرع وعلى القدر. المقصود بالكذب على القدر ادعاء أن هذا سبب. فنحن قد علمنا أن الطعام سبب لسد الجوع، وأن الشرب أن الماء سبب لسد الري، سبب لكي يشعر الإنسان بالري، لسد العطش، وأنه يشعر بالري. وأن الأدوية المجربة التي ثبت نفعها بالتجربة المتكررة وأهل الخبرة في هذا سبب لأن يشفي الله عز وجل المريض، وأن العمل سبب للكسب، وأن لبس الثياب سبب لدفع البرد. هذه أمور قدرية محسوسة وليست مجرد خيالات يظنها البعض. فإذا ادعى إنسان أن وجود طائر معين أو حيوان معين يجلب دليل على أن الله يجلب نفعا أو يدفع ضرا، فهذا كذب على القدر كما أنه كذب على الشرع. الأسباب نوعان: نوع يعرف بجريان العادة به أنه سبب، كما ذكرنا الأكل سبب للشعور بالشبع، الشرب سبب للشعور بالري، لبس الثياب عند البرد سبب للشعور بالدفء، نزع الثياب سبب للشعور بالبرد، وهكذا. أمور محسوسة، تجربة جعلت الناس يعلمون سببية هذه الأشياء. النوع الثاني، وهذه الأسباب القدرية الكونية التي تعرف بالتجربة، تنقسم إلى مباحة ومحرمة بناء على أدلة الشرع. فلو أكل خنزيرا شعر بالشبع ولكنه محرم، لو شرب خمرا أو نجاسة ربما شعر بالري ولكنه محرم.
يضره بعد ذلك. فهذه الأسباب المباح منها مباح، وهناك أسباب يجب الأخذ بها. فلو أن إنسانا جاع وأمامه الطعام وخشع على نفسه أن يهلك إذا لم يأكل أو يشرب، وجب عليه أن يفعل، لا يعرض نفسه للخطر. إذا كان هناك عدو قادم وعندك سلاح فأنت تستعمل السلاح للدفع عن نفسك، وإذا تركت السلاح وقلت لا أخذ من أسباب كنت مفرطا، كنت قاتلا لنفسك. النوع الثاني من الأسباب، الأسباب التي دل الشرع عليها، أسباب باطنة خفية ليست محسوسة. فعندما يكون عندك صداع فتأخذ قرصا من الدواء المسكن أسبرين مثلا، هذا بالتجربة ولد أنه يقلل الألم. أن تشرب الماء زمزم ليذهب الألم، هذا ليس بالتجربة ولا لم يعرف هذا بالكونه أمر محسوسا، وإن كان يقع ذلك لأهل الإيمان يعني، لكن الذي عرف عن طريقه أن ماء زمزم مباركة وأنها طعام وطعام وشفاء سقم هو الشر. هذه أسباب دل عليها الشر. أما التوكل سبب للكفاية، أما الدعاء سبب للشفاء وللرزق والنصر ونحو ذلك. هذه أمور الشرع التي دل عليها هي أسباب باطنة ليست أسبابا ظاهرة لكل أحد، والشرع هو الذي يدلنا على ذلك. فالتطير بالطيور أو بغيرها إذا ذهبت يمينا وشمالا ليس داخلا في هذه الأسباب، هذا ادعاء لسبب باطن، وطالما أنه ليس عليه دليل فإنه لا يجوز العمل به خلاف ما دل عليه الدليل. فهذا يرجع إلى الأسباب من النوعين اللذين ذكرنا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال أبو القاسم الأصبهاني وغيره: في الحديث إضمار والتخدير، وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، يعني قلوب أمته، ولكن الله يذهب ذلك عن قلب كل من يتوكل على الله ولا يثبت على ذلك. هذا لفظ الأصبهاني. والصواب ما ذكره البخاري وغيره أن قوله وما منا إلا من تطير، يعني إلى آخره من كلام ابن مسعود، مدرج غير مرفوع. قال الخطابي: وقال محمد بن إسماعيل: كان سليمان بن حرب ينكر هذا الحرف ويقول ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه قول ابن مسعود. وحكى الترمذي عن البخاري أيضا عن سليمان بن حرب نحو ذلك. الطيارة شرك كما ذكرنا على النوعين، يشمل هذا العموم الشرك الأكبر الشرك الأصغر. الشرك الأكبر إذا اعتقد أن الطيور وغيرها تنفع وتضر بذاتها أو مع الله، وأما الشرك الأصغر فهو أن يعتقد أنها سبب. لماذا صار اعتقاد هذه الأشياء سببا؟ شركا بالله، لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، هذا يجعلها الشرك الأصغر. ولهذا الحديث الذي ورد عن قطن ابن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الليافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح. قال أبو داود: الطرق الزجر، والليافة الخط.
العيافة والطيرة، طير وزن ما تشاء والتفاؤل بالطيور. بعض يظن أن التفاؤل مأذون فيه، يقول لك أنا بستبشر بوشك بوجهك. الصحيح أنه لا يشرع التفاؤل إلا بالكلمة الطيبة لوجود الدليل على ذلك. أن يسمع اسم إنسان ينادى في أول سفره يا راشد يا ناجح، أو في سفره في خروجه، فيستبشر خيرا أن الله قد قدر سماع هذا الاسم عند أول سفره تبشيرا له بالخير. لكن أن يخرج مثلا في سفر فيجد حمامة تتجه يمينا أو حمامة يقول أتفائل خير أمضي على ذلك، فهذا من الطيرة. العيافة الزج، العيافة الخط، العيافة من الجبت يعني من السحر ومن عمل الشيطان. يخط خطوطا في الأرض أو في شراب زي قراءة الفنجال، يقرأ الفنجال ازاي بعد ما يشرب القهوة، يقلب الفنجال منكوسا فتحدث خطوط في بقايا البن، فيمسكها ويحلل هذه الخطوط بزعمه، يقول في ده صورة فلوس، دي سكة سفر، ده عدو قدامك، ده واحد شكله وحش. تخيلات عجيبة بهذه الخطوط. ومثلها إذا أمر صاحب الحظ يعني الذي يطلب معرفة حظه أن يخط خطوطا في الأرض، يقول له اعمل نغبشة، وبعدين يمسك الخطوط دي ينظر تقاطعاتها، يعني هذا يتجه يمين يقول له يعني كسبته، أو أنه يتجه الخط ده اتجه إلى جهة أخرى يقال احذر من هذا الشيء، أو هذا الطريق خطأ، أو هذا الطريق صواب، وهكذا. الخطوط هذه يدعي معرفة الغيب من خلالها، فهي من الكهانة، وهي من عمل الشيطان، وهي من السحر. الطرق الزجر يعني زجر الطير، أو زجر غير الطير، بمعنى يهيجه لينظر كيف سيذهب، وبناء على ذهابه يتجه أو يأخذ قراره بناء على هذه الخطوط التي يدعون. العيافة والطيرة والطرق، الطرق يعني كما ذكرنا الزج، والعيافة الخطوط، العيافة والطيرة والطرق من الجد. هذا الحديث حسنه صححه ابن حبان، شيخ ضعفه لكن ضعفه يسير وله شواهد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا. رواه الطبراني والبيهقي واحد واثنان الطبراني ثقات، وصححه الشيخ الألباني. لن ينال الدرجات العلى، ليس منا، ليس على طريقتنا. لن ينال الدرجات العلى الجنة، لن ينال الجنة من تكهن، ادعى علم الغيب في المستقبل، او استقسم اي بالازلام القرعة في غير موضعها ليعرف كيف يتصرف في المستقبل بغير دليل، او رجع من سفر تطيرا، كان يذهب الى سفر فوجد رقم تذكرة القطار 13 فرجع، قرعة 13 رقم مشؤوم، ذهب الى امرأة يتزوجها فإذا به يجد مثلا شارع المنزل رقم 13، أو انتبه إلى أن الموعد يوم الجمعة،
وعندهم يوم الجمعة فيه ساعة نحس، وإنما فيها ساعة إجابة خلافا لما تقول، أو أن ذلك وقع في شهر صفر فهم يتشاءمون بصفر. كل هذا من داخل في هذا الباب. قال: الترهيب من اقتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبه ليس بكلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. هناك كلب صيد أو ماشية أو زرع، سيأتي أمر الزرع. ولمسلم: أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلبا صائدا نقص من عملهم كل يوم قيراطان. هذا دل على التحريم في الحقيقة، وليس مجرد الكراهية، لأن نقصان الأجر بهذه الطريقة العظيمة مع النهي الصريح دليل على أن صاحبه يعاقب. حراسة الدور تختلف عن حراسة الأرض الزراعية كالب الزرع، لأن الدور يمكن أن تغلق بالأغلاق الأقفال والأسوار، وكلب الزرع يحتاج إليه لأن الزرع مفتوح، وكذا الماشية. أما فالصحيح أن الحديث نص على كلب زرع أو صيد، وقد اتخذه إذا كان في المنزل منع دخول الملائكة، وإذا كان خارج المنزل كان اتخاذه ينقص من أجله كل يوم من قيراطان. اقفل الباب. يغلقون المكان المرتفع، المكان اللي بنط منه ده يقفلوه، يبنوا سور. بيدوا الكلب ونوم، خلوا غفير ما ينامش. قولي له: إما أن تظل مستقيلا، وإما خصمنا من مرتب. والكلب هيعمل إيه بقى ساعتها؟ يبقى ما اعرفش، انا لا اعلم. لكن يعني اذا كان ممكنا بغير الكلاب فهذا هو الاصل، اذا لم يكن ممكنا الا بالكلب فقد تكون ضرورة، قد تكون ضرورة اذا لم يكن هناك وسيلة الا ذلك. لا كهرباء مفيش مشاكل، لو هو نط بدون كده يستحق ما يحصل له. ما هو كلب الشرطة هيتف، ما هو كلب وخلاص، ما هو ده مش متخذ يعني بيفتش المخدرات، ده مش هيقتني نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنما ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية،
رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. الكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه أي علامة من غيره والمأمور بقتله. قال: وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وابن ماجة إلا أنه قال: وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأخرج، فجاءه جبريل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: احتبس جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حبسك؟ فقال: إنا لندخل بيتا فيه كلب. رواه أحمد وروايته رواية الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في الباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين توطآن، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الكلب جروا للحسين أو للحسن تحت نضد له فأمر به فأخرج. حديث حسن صحيح. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح. النضد السرير، لأنه ينضد عليه المتاع. هذا الحديث دليل على أن تماثيل الشجر وما لا روح فيه جائزة، لأنه أمر بأن يجعل التمثال كهيئة الشجر، فإذا كان هيئة الشجرة لم يكن محرما، لكن المحرم ما فيه روح. وأن كذلك إذا جعل مقطوعا منتبذا مهانا يوطأ لم يكن محرما. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه الكآبة، فسألته ما له، فقال: لم يأتني جبريل منذ ثلاث، فإذا جلو كلب بين بيوته فأمر به فقتل، فبدا له جبريل عليه السلام فهشل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقال ما لك لم تأتيني؟ فقال إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. رواه أحمد وروايته محتدون بهم في الصحيح. أقول قولي هذا واستغفر الله. الدباديب اللعب، الدباديب اللعب بتبقى موجودة قبل الأطفال ما يجوا، بيحطوها دلوقتي ضمن الجهاز وتوضع في أماكن ليست موطوءة معظمة ضمن الديكور بتاع المكان، تماثيل. فكانوا زمان بيحطوا تماثيل ضمن جهاز العروسة، فدلوقتي بيحطوا دباديب. هذه داخلة في النهي. لو اللاعب للأطفال يجوز. سجاد عليه صور الأطفال إذا كان موطوءا فظاهر الحديث جوازه. بيعمل لعب الأطفال ماشي. كنا نجعل لهم اللعبة من العين. ملاية السرير التي لا توطأ بتتحط عشان تتفرش فوق الحاجة تفخيما وتعظيما، وإذا جاءوا ليناموا ونزعوها لا تجوز. قلنا صلاة الممسك، أنا لا أعرف هذا اللفظ، لكن الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو دافع الأخبثين. الله أعلم. الخيرات شيء كبير، قدر كبير. هل صوم عاشوراء كان فرضا قبل فرض رمضان؟ ظاهر الأحاديث يدل على أنه كان فرضا قبل أن يفرض رمضان. وحديث لئن عشت إلا قبل لأصومن التاسع، هل هو دليل على أن عاشوراء لم يكن إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل تشريع مخالفة أهل الكتاب كان متأخرا. كأن الصحابة تذكروه بأنه في كل شيء يخالف أهل الكتاب، فذكروا له هذا الأمر، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي معنى عشر. فالذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويأمر بصيامه، فلما فرض رمضان رغب في صيامه دون فرض. ولما شرع له مخالفة أهل الكتاب ذكروه، فعزم على أن يصوم التاسع مع العاشر مخالفة لهم، فمات قبل ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله. قال بعض الإخوة أليس هذا يتعارض مع أنه نبي الرحمة؟ ونبي الرحمة ونبي المرحمة، وهو في الحقيقة من أسباب الرحمة. فإن الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله أو يؤدوا الجزية، فإن هذا من الرحمة بالعالم، ليظهر النور، نور أحي في كل مكان. الله أعلم. لو كانت صور داخل الخزانة أو الدرج أو الدرج هل تكون سببا في عدم دخول الملائكة؟ دخول الملائكة في الصور الظاهرة والله أعلم. نقول هذا واستغفر الله.